الجزئيه اللي كيقوموا بها موظفين موظفات البلديه ديال القصر الكبير، تابعين للجامعه الوطنيه، موظفين الجامعات المحليه، المنظريات تحت اللواء الاتحاد المغربي للشغل. هذه الاخرى كتجي تلبيه للحاجيات ديال الموظفين في صف الحقوق ديالهم، من تعويضات على الساعات الاضافيه، وتعويضات على التنقل، اي ديبلاس لرئيس مجلس البلدي وعامل تحكيم الرئيس تم الغائها بدون وجه حق. هما كيعتبروها كامتياز، وموظفين موظفات الجامعات المحليه يعتبروا منها حق من حقوق وواجبات واجباتهم، لان كما نقولوا ان الموظفين قرار رئيس مجلس البلدي صدر قرار ديال المداومه ديال النسخ ديال تصحيح الامضاء والمصادقه على النسخ الاصليه بالسلف الحال، وهذه كتعتبر ساعات اضافيه رغم هزاله، رغم كنقول رغم هزاله التعويض اي 4 درهم لكل ساعه، وما كاينش حتى شي 300 درهم للشهر الموظف او الموظف. زائد من هادو كاين الموظفين ديال الحاله المدنيه اللي كيمضيو التفويض عن الرئيس، وكيمضيو من اجل اشباع رغبات المرتفقين بالمجلس بالمصلحه البلديه، كيخدموا وعندهم التفويض هذا دائم، وكيشتغلوا في عوض انهم الاعضاء اللي كانوا كيوقعوا هما كيتحملوا المسؤوليه وكيوقعوا، هذا كيعتبر في التعويض ديالهم على المهنه. زائد ان السائقين ديال السيارات ديال المجلس البلدي، نعطيكم مثال، انا شفت واحد الرئيس البلدي كيتحرك يوميا وكل ساعه الليل والنهار، كيتشاقل مع الرئيس ليلا ونهارا بجميع المشاوير ديالو، كنعتبروا هذا حتى هو جهد كما كتشوف فرق ديال الجميع ديال البلديه كامل كينتقلوا بالليل وبالنهار حتى هما، ولكن فرصه اضافيه والتعويضات ديالهم كينتقلوا خارج المدينه، وهذا كيسمع انهم يتعودوا. كنقولوا رئيس المجلس البلدي وعامل الاقليم ان هذا التعويض لا يساوي امتياز، لانه حقوق وواجبات، لان موظف جامعي كيقوم بهذا العمل، كان تنقل من خارج المدينه ديالها، مدينه العرائش، طنجه، الجهه، للعمل العرائش، الداخليه، بالرباط، كتعيش هذا الشيء. وزائد كما نقولوا العمال الموظفين، العمال ديال الجماعه كيخدموا في الاعياد الدينيه والوطنيه وفي السبت والحد وبالليل، كيعلقوا لافتات ديال المجتمع المدني، وكيشتغلوا بالمساء وبالليل وفي جميع الاوقات اللي كيحتاجوهم المجلس يشتغلوا، هذا كيعتبر حقهم ماشي امتياز، يجب تعوضهم في هذه الجائحه. نتمنوا الشفاء العاجل لجميع المغاربه في العالم كامل، انهم يشتغلوا كيحكموا المدينه بالليل بالنهار في الصباح في اي وقت من الاوقات، وكيشتغلوا في الصفوف الاماميه، هذا كنعتبروه ضرب في الحقوق والمكتسبات ديال الشعيره الجماعيه. وكناديو المسؤول العماله والشخص العامل ومسؤول المجلس والشخص الرئيس المجلس البلدي انهم يتراجعوا على هذا القرار هذا، ويحققوا المطلب اللي هو شرعي بدون قيد او شرط، بدون احتيال على القانون، ويعتبروا هذا راه واجب كنقولوها وكنسطروا عليها ماشي امتياز. زائد ان الموظف اللي كينتقل للجهه وكينتقل للرباط وكينتقل هذا كوادر مع السائقين من اجل نقل جميع المطابع والاغراض الاداريه والوثائق الاداريه الى الرباط. وزيدكم ان الموظف الجامعي هو اللي كيشتغل مع المواطن من حين الولاده ديالو الى الوفاه ديالو، وهذا الشيء والموظفين جماعات البلديه القصر الكبير كيشتغلوا بفناء وبواحد الواجب، وكيعطيو الوثائق ديالهم لجميع المواطنين، وفوق ما يحتاجون كيكونوا حاضرين. وتحيه نظاميه.